مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتظهر الغيوم المنخفضة خاصة أيام الأحد والاثنين وحتى يوم الثلاثاء، درجات الحرارة تكون حول المعدل، ويوم الاثنين إن شاء الله في فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، درجات الحرارة أقل من معدلاتها، أجواء لطيفة في شكل عام. الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 27-20 والمرتفعات الجنوبية 25-15 والأغوار البحر الميت 37 إلى 26 درجة مئوي، وخليج العقبة 36 إلى 24، والبادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 18، والبادية الشرقية 34 إلى 16. أما يوم الاثنين فانخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى، فرصة لسقوط زخات متفرقة المطر في شمال ووسط المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 25-18 والبادية المرتفعات الجنوبية 25-16 والأغوار البحر الميت 36-26 وخليج العقبة 36 إلى 25 والبادية الجنوبية الشرقية 30-19 والبادية الشرقية 34 إلى 15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء لطيفة بالنهار، تميل الحرارة إلى الارتفاع بحدود درجة إلى درجتين عما كانت عليه يوم الاثنين، ولكن بشكل عام أجواء لطيفة 29-18 في المناطق الشمالية، المرتفعات الوسطى 27-17 والمرتفعات الجنوبية 25-16 والأغوار البحر الميت 36-26 وخليج العقبة 36-25 والبادية الجنوبية الشرقية 31-19 والبادية الشرقية 33 إلى 16 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر قليل، يعني ترتفع كمان درجة أخرى عما كانت عليه يوم الثلاثاء، لكن تبقى الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة بالنهار ولطيفة ليلا، 29-17 في المناطق الشمالية، 28-17 في المناطق الوسطى، المرتفعات الجنوبية 26-15 والأغوار البحر الميت 36 إلى 25 وخليج العقبة 36 إلى 24 والبادية الجنوبية الشرقية 31-21 والبادية الشرقية 34 إلى 17 درجة مئوية. الخميس ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لكن أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، درجات الحرارة يوم الخميس حول معدلاتها، المناطق الشمالية 30-19 المرتفعات الوسطى 28-18 والمرتفعات الجنوبية 26-17 والأغوار البحر الميت 35 إلى 25 درجة مئوية وخليج العقبة 35 إلى 26 والبادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 21 والبادية الشرقية 36 إلى 16 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة بالليل، المناطق الشمالية 32-20 المرتفعات الوسطى 29-20 والمرتفعات الجنوبية 27-18 والأغوار البحر الميت 36 إلى 27 وخليج العقبة 36 إلى 28 والبادية الجنوبية الشرقية 31-21 والبادية الشرقية 34 إلى 18 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع